مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا البث المباشر، ومعنا حالة إنسانية أخرى. معنا زوجة تقطن بطنجة واللي سمع فيها الزوج ديالها وما بغاش يخلص النفقة ديال الأولاد، عنده بنت وولد ما بغاش يأدي لهم النفقة، هرب عليهم وخلى الزوجة كتعاني مع أداء ديال كراء المنزل ومصاريف الحياة اليومية. باش ما نطولش عليكم مشاهدينا الكرام، الزوجة غادي توضعنا في الصورة اللي كتعيش فيها. السلام عليكم. كيفاش الزوج ديالك فوقاش طلقتي وما بغاش أدي لك الفاتورة؟ شهر 11 العام اللي داز، وهذه المرة من شهر 9 ما صابت لا نفقة لا حتى شي حاجة دوك عليه، والكرا والدراسة من جوج الأولاد، عندي البنت فاطمة الزهرة كتقرا في لافاك، والولد كيقرا في تما في الإعدادي، والحالة ديال الأولاد يعني الحالة يرتا لها يعني دمروا مرة، ودابا أنا كنطلب معين فقعي على ولادو، ما حتى شي حاجة غير نفاق، غير نفاق هاد الأولاد ما خصني حتى شي حاجة منه، يعني طلقني أنا ما طلقتش حتى ولادو، يعني دابا ولادو واحد الحالة كل عام مثلا جميع الأبواب تقيتها، ما كاينش اللي كيساعد مرة، مشيت الجمعيات كيقولوا لي حنا كنساعدوا غير الناس اللي ميتل من الراجل اليتامى، أما المرأة المطلقة مع ما نقيو خصك تعرفوا فين هو، وعاد أجي نعمل لك المحامي، وأنا لو كنت نعرفوا فين هو ما عرفتوش فين مشى، أنا قلت لك هذه دابا مشى تصيد، ما نفقت ما شفتو ما مشى لوكا ولادو. البنت هدرت معاه قالت له بابا خصني الكتوبة وديك الشيء، قال لها مشي دبر راسك، شوف دبر راسك ما تجيبو الفلوس، ما بغاش يسرب لها الفلوس، مشى بلوكا مشى بلوكا طلعت عليا شي غاين بكرا جمعوا لي عيد جيران خلصوا لي بكرا، هادشي اللي كنقول لكم انا راه كامل يعني اجي سقسي الجيران وسقسي الحار ونشوف شنو كاين، مشى نهر لي الحانة المدنية لولادو، عيد صارت 19 عام وانا مجوجة بيه، يعني صافي ضاقت ليا الحال، ما جبرتي شي حل من غير كل نتوما من غير المحسنين يساعدوني يوقفوا معايا الله يجازيكم بالخير. يعني ما كتبقاش دابا باش تعيشي وباش تخلصي الكرا ديال الدار. لا كيبقى المشكل في الكرا. شحال كارية؟ كارية 130 فيها الماء فيها الدار. 130 الفرنك. يلا انت انا وليداتك. انا وليداتي عندي جوج، انا قلت لك 13 عام والبنت عندها 18 عام. هما الاوائل يعني كتقرا هي من الاوائل تبارك الله، ما خصنيش نضيع والديا بعادي في الباديه، وما خصنيش نضيع ولادي، شحال صبرت مع هذا الضاق والجوع والعرى، وما خصنيش انا هادشي كامل كنت على القرايه، ما خصنيش حتى انا ما قريتش خصني ولادي يقراو، هادشي كامل على مستقبل ولادي، ما خصني حتى شي حاجه من هاد الدنيا، خصني عندي مشكل عيب في الكعب صافي هادشي اللي كاين. يعني كيجي عندك مول الكرا كيجبر تقور عليك الكرا. قال لك خلصني ما كتجبر ما تعمل فيها تعطيها لراسك. الوالد عندي متوفي، الوالده مرا كبيره عندها 68 سنه، الخوت انتي عارف يعني بحاله ضعيفه في الباديه، ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، ما كاينش اللي كيعاون، بعد فتره الجيران كان كيعطي لي ناكل قسما بالله على الجيران. ومشيتي هذا الزوج هذا قلتي له انا ندير، ما كتعرفوش فين كيسكن بالضبط؟ لا هو من قنيطره بالحق ما عرفاش فين هو، اصلا كيعيش جوا دائما كيعيش كيفاش يدير التعارف ديالو لاكر. وفين كان كيشتغل هو؟ الومنيوم. الومنيوم شي شركه ولا محل ديالو؟ لا كان محل ديالو، سمح كل شيء ومشى. لا مي شبرت مي طلقك مشى هرب. انا ما طلقتش يقطع يعني مشى داك الشيء كثر بزاف، الناس كتجي تقلب على فلوسها كيقلبوا عليه، ما عايش انا قلت لك عايش ما كيعطيش كيعطي الكلمه انا الناس ما كيوفيش ليها، كيشبر فلوس معاه ايوا كيشبر فلوس ما كيعدل لهم شي ما كيعدلش الخدمه ديالهم كيبقاو تابعين معايا. وانت هنا عايشتي مع في مشاكل في الدار؟ انا في الشاون هنا كل مره في كيهرب ليا انا ولادي، يعني واحد عيت حتى دابا كيف يا القلب هاك واخا فين ما القلب عندي بطونسيون شهر 2015 ما تبعت الدواء ديالي ما الجيران داو مساكن غير المحسنين هما اللي داو لي الطبيب تاعها لي الوراق كلشي، عندي الضغط القلب سريع بزاف والاعصاب حرفت اليوم حرفت اليوم جبرت ما نخدمش شي حاجه عند الحرام وما كنقدرش نخدم الا مشيت نشد شي واحد ولا شي حاجه وصافي يعني بالدرع ما نقولش مريضه لا كنت مريضه ما كتخدمني هادشي اللي كاين. دابا كتوجه له شي نداء ولا توجه نداء المحسنين؟ المحسنين انا خصني عين كريت
تخلص ديال الناس ما خصنيش يطلع عليا الكلام. هو طلع عليه ثلاثه د المنيه طلعت عليه ديال الكلام سمح فيا ومضى خرج لي حوايج من الزنقه والجيران جمعوا لي كلام لي واحد الكراج بقيت فيه عام وشهرين في واحد الكراج ودابا ديك مول الكراج حتى حتى الكراج ديالو ودابا جمعوا لي الجيران كريت واحد السكينه 130 فرنك فيها ما فيها الدرع حيت ما نقلب على بيت واحد ما كنلقاش كيقول لك حنا كنكريو عينا البنات كاين بنيته وجا شي نداء بابا كعطا الميكروف شنو المستوى كتقرا فاصل صوتي كنقرا في العام الاولاني في الفاك عام الاقتصاد عندي العام الاولاني في الفاك و خايا كيبقى في الثانوي صافي هادشي المشكلة بدات يعني مهم يعني انا بعد حياتي كاملة دوزت في المشاكل والصداع ودايما دايما كيدخل كيبقى يضرب ما كتمنع حتى شي حاجة كيبقى يضرب كيضربها واحد العنف بزاف بزاف صراحة الله يعني كنوزت حياتي كاملة وانا عايشة في ديك القالب في ديك الظلم وما صافي فاش ملتت بالقالب هذي زعما قدرتش انا هادي يعني تزيد صبر مشات دفعات الدواء على الطلاق ومن بعد ديك سايتك عملت جلسة ديال الصلح ولينا رجعنا وبعد عاود كنخلصنا رجع كيف ما كان خلصنا في الدار وكسرت كان العيد الكبير وما شينا الحمل البعيد خلصنا في الدار وقلنا مع تفوق نمشي وهذا تجا في الدار عاود ديك سايتك خرجنا حوايجنا الزنقة وقالوا صافي خلصني ولا خرج جمع حوايج وزاد صافي ديك سايتك ما انا بغيت غير نقول زعما ملي ما لقيتش شي بعد المسؤوليه وهذا من الاول ما كاينش عليه الجوج حتى متى ها وقع المشكل والطلاق هو ماما حنا شنو درنا انا وخي حنا ما درنا حتى شي حاجه حنا دابا تعقدنا في حياتنا يعني خلينا في واحد حنا في واحد السن بالعكس محتاجين الحنان ديال الام ديال الام والحنان ديال الاب هو صافي طلعت عليه المسؤوليه وطلع عليه الكراهه هذا صافي زادو خلانا ما عرفتش علاش انت نفسك تكمل المستقبل الدراسه ديالك ما خصكش تاثر عليك هذا المشكل ديال ان شاء الله ديال هذا بحال جينا عندكم غير باش يعني عمر المحسنين كما قلت يعني ما يغير دونك راه صافي حيت هما يعني واخا ما لهنا ما لهنا يعني غير كتجبف وهذا و يعني ما عندناش شي مدخول لي واش ولا شي حاجه باش اننا يعني خاصو كلا ديالنا ولا نعيشو صافي هذا ما كاينش اللي طالب إذا شكرا إذا كما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام كنتمنوا المحسنين يتعاونوا مع هذه الأسرة هذه السيدة كيف ما حكات لكم سمح فيها الزوج ديالها وقال أنها من سمع طلاق الشقاق ما بغاش يؤدي النفقة للأولاد ديالو اللي باقي كيكملوا الدراسة ديالهم وحدة في التعليم العالي وقف في الإعدادي هي كطلب هي توفى السكن وليداتها تشري شي شقة أنك يطلع عليها السكن الكرا ديال السكن ما عندهاش باش تخلص نتمنوا القلوب الرحيمه انها تعاون هذه الاسره هذه ويقدموا باش مكتوب الله والله يجازيكم بخير وشكرا على حسن تتبعكم والى اللقاء